السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، ولا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم مهم جدا، نتمنى ان شاء الله من الصحافه الجزائريه ان تطرق لهذا الموضوع وان تتكلم بحياديه فقط. نتمنى ان تغلب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. موضوع اليوم مهم جدا، نتمنى ان شاء الله الصحافه تتكلم عليه. موضوع اليوم هو هروب الجزائريين من منتخبهم الوطني واتجاههم الى الاتحاديه المغربيه والمنتخبات المغربيه والمنتخبات التونسيه. حقيقه ما نقدروش نخبيوها، حقيقه بالمكشوف وبالدليل. نعم، وهذا الشيء اللي حذرنا عليه اكثر من عامين ونص، وقلنا حذاري راح يجي النهار لابناء الجزائر يخيروا المنتخب المغربي والتونسي بسبب ماذا؟ ليس كرهم في الجزائر او ما يحبوش بلادهم، لكن للاسف بسبب الاتحادية الفاشلة، بسبب نادي بارادو. نعم، نادي بارادو هو اللي يتحكم في الاتحادية، هو اللي يتحكم في الجزائر، هو اللي يتحكم في البطولة الجزائرية، هو اللي يتحكم في الحكام، هو اللي يتحكم في المنتخبات الوطنية. هذه حقيقة وشفناها بالعديد من الأدلة في المنتخبات الوطنية كامل. اليوم شفنا ملموس، الملموس، تحوسوا على الملموس وتحوسوا على الدليل. كاين الدليل، منين تحبوا نبدأ لكم. المهم ان شاء الله برك الصحافه تتحرك، الا عندها غير على بلادها، الا تكره بلادها وتشيد على جال المصالح، هذيك حاجه اخرى، حاجه البعض. اعطوكم بالدليل، كاين لاعب جزائري يلعب في نادي مادس الفرنسي، اسمه ريان كراوش. هذا لاعب جزائري يحب الجزائر، من مدينه مستغانم، وتحياتنا لكل خواتنا في مستغانم، من مدينه مستغانم، أب جزائري يحب بلاده. الولد هذا مصور بالعلم الجزائري ويحب البلاد نتاعو وفرح في المنتخب الوطني، وكان مشجع مناصر وفي للمنتخب الوطني. ولما اتصلت به صفعه المواهب الجزائريه لخونا محسن، تكلموا معاه، هضر معاه، قال لهم انا راني لحد الساعه ما كان ولا كونتاكت مع الاتحاديه الجزائريه، اتحاديه بارادو. كي نقول اتحاديه الجزائر معناها اتحاديه بارادو، ما نزيدش نقول اتحاديه الجزائريه لان الجزائر كبيره عليها. اتحاديه بارادو رفضت اي اتصال به. وراني قلت انا سابقا، قلت لكم يا صحفيين، لو تحبوا صح بلادكم وتحبوا الجزائر روحوا ابعثوا. علاش بوعلام شارف استقال؟ ما حبيتوش تروحوا لبوعلام شارف، وباغيين زرشي، وباغيين الامتيازات والمصالح والتحواس، ولوتال سالك بلاش، والماكلة بلاش، والرستورون بلاش، والتحواس بلاش. إما لا انتم ما تجوش تقولوا لنا برك بلي حنا أعداء الجزائر يا النهار، وانتم اللي وطنيين، حنا أعداء الجزائر، كي نتكلموا على بلادنا عدنا أعداء الجزائر. واللي شيت الزرشي وشيت المصلحة الخاصة تاع بارادو وروح يحوس بلاش وياكل بلاش ولوتال بلاش، هذاك وطني. أما اللي يهدر على بلاده فهو عميل وأيادي خارجية وخلص فيها روعة. إذا هذا لاعب ماتس، أول ضحية من ضحايا لاتحادية بارادو هو لاعب نادي ماتس اللي اختار المنتخب التونسي. مبروك على تونس، بكل صراحة أشقائنا يستاهلوا، لأن الناس يحبوا بلادهم. ما عندهمش هذا نادي بارادو ولا نادي لاماسيا ولا عندهمش، عندهم تونس فوق الجميع. حنا للأسف حنا بارادو فوق الجميع، بارادو فوق الجميع. مشيش واحد يقول انت تكره بارادو، هذه حقيقة. جبنا لك بالأدلة، واش غنزيد أكثر من هك؟ جبنا لك بالمنتخبات الوطنية من الإيديسات وطلع حتى للمنتخب المحلي، إذا تروا وفي جبنا هك، واش غنزيد لك؟ إذا عندك توما تشيت ورزق شي ديك حاجة تخصكم، ألي يهضر على بلاده ولا شي يطرو روا؟ حقيقة يلا غالب. المهم نعطوكم بالأدلة، ريان هذا قلنا ونعاودوا اختار المنتخب التونسي بعد صد كل الابواب اللي طرقها المنتخب الوطني، والو اتحادية بارادو داخله من خارجه من نو الاولويه لمن؟ نادي لاماسيا. هذا اللاعب اللي قلنا من اب جزائري وام تونسيه اختار المنتخب التونسي. نفس الشيء ايضا موهبه اخرى، ادم دوجي لاعب كوينز بارك رانجرز اللي اتصل به ايضا الاخ الفاضل حاتم، عفوا محسن، الاخ الفاضل محسن، صفحة مواهب جزائرية. آدم دوجي أيضا لاعب جزائري، لاعب من أم جزائرية، نفس الشيء راح يختار المنتخب التونسي. مبروك على تونس، بصحتكم. احنا ما عندناش اتحادية، احنا عندنا اتحادية لاماسيا، اتحادية بارادو، هذه هي الاتحادية تاعنا. نهار يعود عندنا اتحادية جزائرية نافسوا معاكم، وندوا ولادنا، بصح على الأقل ولادنا
هم عندكم اتهلاو فيهم وبصحتكم من فوق هذا نقول لكم بصحتكم سوا تونس ولا المغاربه بصحتكم. قلنا ادم دوجي لاعب كويس بارك رانجرز ايضا راح يستدعى المنتخب التونسي لاقل من 16 سنه. لاعب اخر خلاص راهو يلعب في المنتخب التونسي منتخب اقل من 20 سنه هو ادم يوسفي. هذا اللاعب ايضا من اب جزائري ادم يوسفي وام تونسيه لاعب نادي سوشو ايضا نفس الشيء اختار المنتخب التونسي بعد رفض الاتحاديه استقدام ابنائها ابناء الجزائر رفضت مسدد الابواب في وجههم. هذه اتحاديه لاماسيا اتحاديه بارادو قالت لنا ما نحتاج ولا لاعب جزائري بخلاف الا لاعبين تاوعي لاعبين لاماسيا لاعبين بارادو. اذا ادم يوسفي نفس الشيء طارق ابواب المنتخب الوطني والاتحاديه داخل من خارج من كانش ما كانش كاين الا لاماسيا بارادو هذيك هي الجزائر فقط. من بعدها نروحوا للاعب اخر اللاعب هذا لاعب دوك نروحوا الجهه الاخرى جهه المنتخب المغربي. المنتخب المغربي حنا نعرفوا باللي لقجع اللي قالت لنا نهار باللي عندنا لا شو اسمه زطشي يرد ويندد ويستنكر وبشده على كلام المنتخب على تجمع اللي عايديروه الكاف في العيون المغربيه ورايح يندد وضرب بقوه وبيد من حديد كل فستي فستي قرات نهار. نعطيكم بالادله نهار اللي عينت العصابه زطشي وحطاته في الاتحاديه زطشي اول ما راح زار المغرب وراح يتبرك للمغرب لان نعرفوا احنا باللي لقجع عنده عداوه كبيره مع الحاج محمد روروا. هذه ما تقولوهاش معليش نزيدكم زطشي تاعكم يخدم قلت انا عندي عامين واش قلت لكم يخدم مشروع لقجع كانت الناس تضحك وكانت الناس تتهكم وكانت الناس تقول لي تاع انت ما تعرفش كيفاش جا رئيس اتحاديه يخدم مشروع لقجع تاع تمرير انت تبرضنا معاك بالادله. نعم يخدم مشروع لقجع بالادله ما تكلموش من فراغ. اعطيكم الاخرى احكموا رواحكم خمس لاعبين جزائريين للمنتخب المغربي يلعبوا في المنتخب المغربي. خمس لاعبين جزائريين يلعبوا في المنتخب المغربي. نعم الشيخ خمس لاعبين يلعبوا في المنتخب المغربي هم جزائريين منهم ثلاثه جزائريين الاب يعني ينتسبوا الوالد نتاعهم جزائري والدي اب نتاعهم جزائري ثلاث لاعبين وزوز لاعبين ام نتاعهم جزائريه. نعم هذا اللي قال لك زطشي يندد ويستنكر وبشده وضد المشروع لقجع هذا هو ضد مشروع لقجع. كي قلنا لكم انتم تضحكوا ان شاء الله برك ترجعوا لعقلكم مليح وركزوا مليح الصحافه لان اي حاجه درتوها راهو التاريخ يسجلها. عندنا عامين ونص وانا داخلين في ثلاث سنين ملي قلنا لكم هذه الاتحاديه راهي ما كان منها والو ورايحه ابنائنا رايحه تبيعهم للمغرب وتونس وضحكتوا علينا قلتوا ما كانش منها وزطشي جاي يخدم. قلنا لكم يا ودي زطشي راه يخدم مشروع نتاع لقجع قلتوا ما كانش منها لقجع كيفاش وزطشي سياسه ولماسيه والتكوين واكاديميات مناش مغفلين يا اخي زعما هذاك الصحفي رقم واحد وكذا ونهار ومدرسة إسبانية والتكوين وفيا ريال مناش مطنين يا أخي مناش مطنين. قلنا لكم ما كان والو سوق فارغ اتحادية سوق فارغ مشروع بارادو رقم واحد مشروع لقجع رقم اثنين هذه السياسة اللي كاينة. من بعدها نعطيكم اللاعبين بعض اللاعبين نعطيكم زوج برك هذا اللي راني شايف عليهم أكابر باينين سينيور راح يعيط لهم وحيد حليلو زيتش يعيط لهم في التربص القادم هم جزائريين. عندنا واحد جزائري الاب اللي هو اسمه راح لي امير عبد السلام هذا جزائري الاب يلعب في الدوري الهولندي هذا راح يكون في قائمه وحيد حالي لوزيتش. نفس الشيء ياسين بالرحو لاعب اللي من ام جزائريه لاعب اللي كان يلعب في نادي بوردو راح يلعب في نادي نيم ايضا نفس الشيء راح يكون جديد وحيد حالي لوزيتش. اذا نتمنى ان شاء الله من قلت نهار اللي كانت تقول لنا باللي زطشي ومدرسه والتكوين واسبانيا ويندد ويسنكر وضد لقجع وكذا وكذا اخرجي درك دافع على المواهب الجزائريه اللي هربت راحت ابنائنا راهم في المغرب وفي تونس يمثلوا في منتخبات وطنيه تاع المغرب وتاع تونس وتاع تونس والرد على الناس اللي يقولوا باللي لو جاو يحبوا الجزائر يختاروا الجزائر ايوا يحبوا الجزائر هذا مي لا غير ما كانش
ما كانش يجوا بالقوه يجوا نحو يبعدوا لاعبين بارادو، ما تجيش كيجوا هاد بين ناسيونو المحترفين ولاعبين بارادو وين يروحوا، ولاعبين بارادو وين يروحوا؟ ما كانش. اذا لا ممنوع، ما كانش اتصال او كان كونتاكت معاه او كان كونتاكت. خويا الاولويه لاماسيا بارادو، مانيش انا اللي قلت، زادشي والسياسه تاعو واللي دافعوا عليه ايضا قالوها. اذا نتمنى ان شاء الله باش نختم، اللي عنده ضمير واللي يحب بلاده صح اتم معنى الكلمه، يحب مصلحه بلاده، انه يتكلم على الموضوع هذا لان الموضوع هذا حساس. اما اللي حشر بعض كاين الصحفيين نزهه، اما اللي يتكلم على لسان زادشي نقول له باللي زادشي مش عيدهم، والتاريخ راح يسجل، وراح يسجل شكون الجزائري الاصيل الحر وشكون الشيات اللي يحب ويتبع مصلحه الخاصه نتاعو، والتحواس باطل والوتيل باطل والماكله باطله، كل شيء واضح. فلا خير خوتي، ملاقاتنا مع بس بلا فيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.